هذا معرض عمارة الحرمين الشريفين، جمع فيه الأدوات والأشياء القديمة اللي كانت موجودة في الحرمين، بعضها يرجع تاريخه إلى 800 سنة تقريبا. هذا سلم الكعبة يرجع تاريخه إلى عام 1240 هجري، وهذا الرخام كان في أحد أبواب الحرم، مسجد الحرام، يرجع تاريخه إلى عام 984 هجري. وهذه الزخارف من الحجر كانت كلها معلقة في أروقة الحرم. هذا العمود أقدم محتويات المعرض، وهو من أعمدة الكعبة المشرفة، يعود تاريخه لعمارة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عام 65 هجري. كذلك القاعدة الحجرية هذه كانت في الكعبة المشرفة وكانت تحمل هذا العمود، يعود تاريخها أيضا لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه عام 65 هجري. هذه الأدوات كانت موجودة في بئر زمزم عام 1299 هجري. ما شاء الله المعرض محتوياته كثيرة، وصراحة أنصح بزيارته.